اخبار اليوم التقى الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس اركان القوات المسلحه لدوله الامارات العربيه المتحده والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء اهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقه على الساحه الاقليميه في ظل الظروف الراهنه. كما ناقش الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكريه بين القوات المسلحه لكلا البلدين في مختلف المجالات. هذا وبحث الطرفان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات لا سيما في المجال العسكري ومكافحة الارهاب واستعادة الامن والاستقرار بالمنطقة حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة